هناخد علا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. هو انا كنت بسأل سؤال لاختي. انا اخت كبيرة لثلاث بنات، يعني والدنا ومامتنا متوفيين بقالهم 10 سنين واكتر، وانا اختها الكبيرة وهي متجوزة من حوالي 20 سنة. وجوزها كان اول ما اتجوزوا يعني قعدوا حوالي 2 3 أسبوع ما كانش في بينهم اي حاجه، لانه واضح مالوش في الستات يعني. فاقترحنا ان احنا نوديهم لدكتوره يعني نشوف ايه المشكله. فالدكتوره قالت انه غشاء البقره يعني مطاطي ولازم الدكتوره هي اللي تفتحه بنفسها. وطلبت الزوج، والزوج وافق ووقع على كده يعني بامر كتابي يعني. وبعد 10 سنين بالظبط من الجواز، هي طبعا هو مالوش خالص في الستات، وكان دايما يقول لها لو قلتي لحد تبقي قليله الادب وعيب ان انت تتكلمي في حاجه زي كده، وهي كانت صغيره وما كانش عندها خبره كافيه يعني. قعدت 10 سنين وبعد كده اقترح عليها طب نعمل حقن مجهري وتخلفي يعني. فعملوا عمليه حقن مجهري وخلفوا وجابوا بنت. وطبعا هي حاليا 20 سنه ما فيش اي علاقه بينها وبين جوزها، كل واحد في غرفه، والبنت كبرت دلوقتي بقى عندها 10 سنين. هي عندها كام سنه؟ عندها حاليا 43 سنه. اه. وبعد كده بقى دلوقتي هو اول ما اطمن ان هو جاب البنت بقى وظهر قدام الناس ان هو بقى راجل وخلاص، بدأ بقى يظهر انه بيعمل علاقات مع شباب صغيره، ياخدهم ويخرج يسافر بيهم الساحل يومين، يسافر السخنه يومين. بنات يعني صغيرين؟ لا، عيال صغيره 20 سنه مثلا كده يعني. هو طبعا كبير دلوقتي عنده حاجه و50 سنه. شذوذ يعني؟ في شذوذ؟ اه ايوه كده، هو له رغبه في الجنس الاخر يعني، في الجنس بتاعه يعني. فهي طلبت دلوقتي من الشيخ في الازهر ان هو يقعد معاهم ويحاول يقنعه ان كل واحد يعيش في مكان، ومش لازم تتطلق بس عشان يصرف على البنت، لان هي مش تقدر طبعا تقوم بمصاريفها ومدارس انترناشونال وكده. فالشيخ جه قال لها لا مالكيش في الكلام ده، انت تقعدي وانت ساكته. انا ممكن اقول لحضرتك اسمه بعدين. لا مش عايزين نعرف اسماء. طبعا مش مهم الاسماء خالص. قال لها تقعدي معاه ومالكيش اصلا يخرج مع مين، يصرف على مين، يتكلم مع مين، دي حاجه مالكيش فيها. ما دام بياكلك ويشربك انت وبنتك تقعدي بقى وتعيشي وتكملي حياتك كده. هي اعصابها بدات تتعب بقى يعني، بقى لها فتره بتقول لا انا مش قادره اتحمل كده. الاول ما كانش باين انه بيعمل حاجه، اول ما خلف بدا بقى يطمن وخلاص بقى انا اخرج بقى. هي عايزه تتطلق دلوقتي؟ هي مش عايزه تتطلق، هي عايزه تنفصل، حتى لو مش هيطلقها بس تقعد في مكان لوحدها. هي مش قادره تشوف المناظر دي قدامها داخل خارج عليها. وليه مش عايزه تتطلق؟ ما هو مش هيصرف على البنت، لان هو يعني عيلته كلها كده على فكره، ابوه وامه واخواته كلهم كده بنفس الطريقه، كل واحد عايش لوحده في حته وما بيصرفوش على حد. يعني هي مش عايزه تتطلق عشان هي لو اتطلقت مش هيصرف على بنته؟ مش هيصرف عليها. لا مش هيصرف عليها. احنا يعني هو كل ما يكلمها بقى يقول لها انت جبتي شيخ، والشيخ قال لي كده، ماسك في الكلمه بقى، الشيخ قال لك اقعدي ومالكيش فيه. اهدى، مفيش شيخ تقول كده ابدا ابدا، ده ما يبقاش شيخ بقى، معلش. لا هو قال بناء على بناء على ايه؟ ما انا هقول لك بعد ما تخلص كلامها. هو الشيخ قال الكلام ده بناء على السؤال، هي عايزه، هو الطبيعي ان هي تيجي تقول ايه الحكم في المساله دي واقول لها تتطلقي، ترفعي قضيه ودعوه وتثبتيها وتتطلقي وتخلصي من القصه. لكن هي سؤالها بتقول لك انا مش عايزه اتطلق. طب ماشي، وبعدين انت مش عايزه تطلقي وانت عارفان ان هو يفعل هذه الكبيره وهذه الفاحشه وهي من الكبائر وهذا شذوذ وانت عارفه كده وعايزه تعيشي معاه عشان خاطر؟ هي مش عايزه تعيش معاه. لا ماشي، لا عايزه تقعد على ذمته بمقصد النفقه، يعني كان احنا عايشين عشان النفقه بس. طب لا ده 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 هو يعني هي لا تعضلهن دي معناها كده ولا ده؟ ايه؟ مش عضل. امال ده ايه؟ هو دلوقتي ما ينفعش، هي ما ينفعش تعيش معاه. هو خلاص يعني هو ضغط عليها بفكره انه النفقة. لو مشيتي مش هصرف. طب ما تصرفش. طب هي هتعمل ايه؟ قضايا المحاكم مفيش، خلاص هي دي الحل لها الطلاق. طب خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نفصص الموضوع اكتر وبراحتنا بعد فاصل قصير. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. طيب يعني تلخيصا كده للمكالمه اللي جت قبل الفاصل، سيده متزوجه بقالها 20 سنه، زوجها ليس له في النساء، عملت عملية حقن مجهري معين. طبعا عمليات الحقن المجهري بياخدوا الحيوان المنوي يلقحوا بيه بدون أي يعني علاقة زوجية أحيانا يعني،
احيانا طبعا بيبقى في علاقات زوجيه وسليمه وكل حاجه، بس في مشاكل في الخلف، انما ده وضع تاني. هم لقحوا الـ 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 يعني البويضه بالحيوان المنوي، لكن زوجها ملوش في السيدات، ويعني بيعمل علاقات شاذه، بيعمل علاقات شاذه مع شباب. هي سالت حد قال لها استحملي وما تتكلميش وما تجيبيش سيره. راي حضرتك في الموضوع ده تعمل ايه؟ لا، هو انا رايي ان هي تتطلق، لان دي ده نوع من انواع يعني الفجور في الفحش نفسه اللي هو الشذوذ وكذا، وده انقلاب في الفطره السويه، لان دي مش فطره سويه بتاعت انسان. فالحل الامثل في القضيه دي ان هي تخرج خالص من العيله، يعني تطلق وتاخد بنتها وتعيش. بنتها بقى كملت تعليم ما كملتش تعليم، هي قدرت ما قدرتش، احنا بنقعد نحارب في الحياه لغايه ما نتحصل على الحقوق بتاعتنا. ده رايي انا في المسألة دي. لا، وهي بنته على فكرة، فتقدر ترفع قضية، تقدر ترفع عليها قضية وتعمل كل حاجة ويصرف عليها غصب عنه. بالظبط. انما كونها تقعد، انا سمعت في كلامها ان هي بتقول بقاله 20 سنة بعيد عنها، يعني جيش عند زوجته او حاجة. فمفيش حقوق شرعية. الحق الشرعي فين؟ الحق الشرعي ده رقم واحد مهم جدا، لابد ان احنا ناخد بالنا من القصة دي كلها. القصة مش قصة مصاريف، مش قصة نفقة. ما هو بصي، هو احنا عندنا النفقة ديك، الشرع عندنا هي سلاح ذو امرين، امرين مهمين. الامر الاولاني اوجب على الرجل ان ينفق على زوجته. طب ايه لم ينفق على زوجته؟ خلاها بقت بالخيار ان تمتنع عنه، لانه لا ينفق عليها. مش عشان بينفق قصاد ده، لا، ده عشان يجبره على النفقه. ادي مقصد الشرع في الحته دي. طيب انفق عليها ولم يعطيها الحق الشرعي؟ من حقها برضه ان تنفصل عنه. طبعا. ما هي حضرتك يعني مش المقصد اللي هو مقصد مادي بحت زي ما الناس فاهمه او متصوره الشرع بيقصد كده. لا، يعني هي مش 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 كون انه بيصرف فتضطر تسكت. لا لا لا، ما فيش الكلام ده بقى. احنا ما عندناش في الشرع الكلام ده. مش معنى انه راجل وغني وبيصرف على بنته او بيصرف على زوجته او بياكلها او بيشربها او معيشها في عيشه مش عارف ايه ولا يعطيها الحق الشرعي ان هي تكمل، لا. او ان هو يبقى شخص بهذه الصوره عنده هذا الشذوذ وتكمل معاه برضه، لا. مفيش الكلام ده، ما عندناش يعني. ده قولا واحدا. طبعا مفيش قول شرعي يقول انها تستحمل. لا، وتستحمل ليه؟ يعني ايه اللي يجبرها على انها تتحمل؟ ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجه، للدرجه اللي هو بتاع النفقه. العكس، ما هو ما هي ما عليهاش تنفق، هو اللي عليه ينفق فاداله الدرجه بتاعت النفق. هي ما عليهاش، الزوجه ما عليهاش تنفق في البيت. لكن احنا مش بنقول بقى ما تنفق، خلاص اللي بتنفق وعايشه وراضيه احنا ما بنخربش عليها. خلاص ربنا يكرمك ويتقبل منك ويجزيكي خير وكلام انت عارفه ده. لكن انما القصد الشرعي لا، هذا الامر على الرجل. اذا تكاسل الرجل في هذه المساله بنوقف له، تعالى انت ليه بتعمل كده. طب فكره الشذوذ بقى، قبول الفكره دي وانه خلاص انا قاعده في حالي، او اسكتي وما تتكلميش واقعدي في حالك وخلاص واقفلي على نفسك وسيبيه يعمل اللي هو عايزه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما كان لمؤمن ان يذل نفسه. ما ينفعش انسان يذل نفسه، اصل ده نوع من انواع الاذلال النفسي. ده هي حضرتك هي بتذل نفسها. هو ده هو ده الموضوع، وهي مش من حقها تعمل كده وتذل نفسها ليه. وبعدين انا عايز ناخد بالنا نفصل في مساله الرزق من الارتباط بالاخر. الرزق ده مش منه. ايوه والله. ربنا قال في نص قراني قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. شوف بيقول ايه؟ ما اقسم الله على شيء في القران مثل ما اقسم على الرزق. عارفه بعدها قال ايه؟ قال فورب السماء والارض انه لحق.